السلام عليكم، معك أحمد مساعد، النائب الرابع إلى رئيس الجمعية الوطنية للأرباب بالمقاهي والمطاعم بالمغرب. كنت أسف على القرار ديال الحكومة اللي اتخذته اليوم أنه بالإغلاق الليلي خلال الشهر الفاضل من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا. كنا نتأملوا في الخير أن الحكومة ما تديرش هذا القرار ونخدمه، حيت علاش؟ أنه حد الآن ما شفنا حتى شي نتائج إيجابية ملموسة ومحسوسة من طرف الحكومة في هذا القطاع ديال المقاهي، رغم المراسلات العدة ديال الجمعيات المهنية في هذا القطاع اللي كتشتكي وكتنادي من أجل التخفيف من الثقل الضريبي، على الأقل تخفيف من الثقل الضريبي. للأسف هذا الشيء ما شفناش. خلال رمضان الفائت تقبلنا القرار وقلنا هذا الشيء في صالح الوطن وسدينا ثلاث شهور والأجراء ديالنا استفدوا وأرباب المقاهي ما استفدوش. حلينا بنسبة الطاقة الاستيعابية، صيفطوا لنا الضريبة المهنية الموحدة وأننا وبرق معاملات لأننا خدامين 100%، نخلصوا الاستغلال الملك العمومي إلى طيراس كنخلصوها 100%، البلايك الجباية المحلية كنخلصوها 100%، لاتيفيا كذلك. إذن فينا هما، فينا هي الحكومة؟ شنو دارتنا الحكومة؟ ما دارتنا حتى شي حاجة في هذا الاتجاه، في هذا التوجه. هذا القرار كنحمل مسؤولية الحكومة، وكنعتبروا انه فشلت فشل ذريع في تدبير هذا القطاع الحيوي المهم اللي كيشكل 1.5 مليون من المستخدمين بشكل مباشر، واللي انه كتقتات منه واحد الاسر عد كل اجير عنده اسره، واسره كيخدم ثلاثه الناس الاربعه. اذا حنا كنمتصلوا بطاله وكنساهموا في الاقتصاد الوطني من ناحيه المداخيل ديال الجبايات، والحكومه كتكافئنا وكتجازينا بهذه الطريقه دون مراعاة للإكراهات اللي كنعانيو منها. تخيل لحد الساعة أننا باقي كنخلصوا الفواتير ديال الماء وديال الكهرباء وديال الإنترنت، كنخلصوها بالتريتات لحد الساعة. والشركات اللي كنتعاملوا معاهم كذلك لحد الآن كنخلصوا لهم داك الشيء بالتقسيط. وكاين اللي أنه مالك قهوة، كاين اللي مسير قهوة، كاين اللي كاري القهوة. إذا كل هذا الشيء، هذه المنظومة، هذه السلسلة ديال كما يقولوا الانتاج ديال المقاهي من الشركات اللي كتخدم معنا والمستخدمين اللي كنخدموهم والضمان الاجتماعي، هذا الشيء حنا رب المقهى ما استفد حتى شي حاجه من هذا الشيء. اذا كنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومه، لانها ديما كتفاجئنا بواحد القرارات دون حلول بديله ودون اجراءات مصاحبه لهذا القطاع، وشكرا. السلام عليكم، فتحي جلال، رئيس الجمعية المهنية لعاملة عمال المقاهي والمطاعم بالمغرب وعضو التنسيقية الوطنية لعمال المقاهي على الصعيد الوطني. بالنسبة لقرار الإغلاق الشامل خلال شهر رمضان اللي تفاجأت به الشغيلة ديال قطاع المقاهي والمطاعم، جاء مفاجئ لان نظرا للظروف الهشه اللي كيعيشوها العمال ديال هذا القطاع، لا بالنسبه للمقاهي لا بالنسبه للمطاعم اللي كتنهز 2.5 مليون ديال المستخدم. والحكومه نتسناو منها مراعاة الظروف ديال التشغيله وتشوفنا شي حل في اقرب الاجال، ولا تعويضات مستعجله مواكبه لهذا القرار الاغلاق حق هذه الشغيله. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. هرموش عزيز، رئيس لجنه التواصل والاعلام بالجمعيه المهنيه لعاملات عمال المقاهي والمطاعم بمدينه وجده وعضو التنسيقيه الوطنيه لعاملات عمال المقاهي. قرار الاغلاق الشامل في رمضان صراحه كان متوقع، غي كاين واحد المجموعه ديال التساؤلات اللي كتهم هذه الطبقه الشغيله او القطاع ككل، كيتساءل شنو هي الاجراءات اللي خداتها الحكومه من اجل دعم هذه الطبقه هذه اللي غادي يكون المصير ديالها هو التشرد او البطاله في خلال شهر رمضان. وكما هو معلوم المصاريف ديال رمضان كتكون كثيره والعمل ما كاينش، يعني انا كنهضر باسم العمال ككل، وهذا التساؤل كيتطرح باسم العمال ككل. الاجراءات اللي غادي تاخذها الحكومه او لجنه اليقاده من اجل دعم هذا القطاع هذا، وخاصه الناس اللي ما مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واش كاين شي طرق لدعم هاد الناس هادو؟ وكنأكد خاصه الناس اللي ما مسجلينش في لاسينيسيس، مع العلم بان القطاع كله راه ما مهيكلش
وخاص خطوات جبارة من أجل هيكلة القطاع ككل وإعادة تنظيمه. وشكرا.